يعني لا شك بأن العقوبات الأمريكية هي سوف تكون واقع حال في نهاية المطاف، لكن علينا أن نأخذ الجانب الذي سوف ربما يتأثر به العراق. نحن لا نهتم لدول العالم الأخرى التي هي سوف تنالها تلك وتطالها تلك العقوبات، لأننا في داخل البيت العراقي علينا حماية الاقتصاد، وعلينا حماية مؤسسات الدولة، وعلينا الحفاظ على السيادة العراقية وتمكينها بشكل حرفي غير قابل للمساومات وللتنازلات. اليوم مثل هذا الإجراء الذي ذهبت إليه الخزانة الأمريكية ربما سوف يكون في المستقبل بمشهد معقد آخر، إذا ما لم يكن هنالك حوارات جادة، وأن يكون العراق بمثابة الإسفنج السياسية التي بإمكانها حوارات مع من ترطيب أستاذ الأجواء عمر اليوم؟ بين من الأطراف يتحاور السياسية مع من وبين اليوم؟ الولايات. يعني أنا ذكرت في حوارات ماضية بأن العراق كان في الماضي لديه النفوذ ولديه صدارة النفوذ، يقع في صدارة النفوذ العربي والإقليمي، وهو ليس بمنع عن التوترات التي تسود المنطقة هذا اليوم. لذلك أي نوع من التأثيرات التي ربما سوف تحصل ما بين إيران والولايات المتحدة ستأثر بها العراق بشكل مباشر، ومنطقة الصراع المقبلة هي سوف تكون في العراق لا محالة، لأن المنطقة اليوم هي تقع على كف عفريت. طيب وأنا أعتقد الاقتصاد كما ذكرت لك قبل قليل هو مهم جدا حمايته بأي شكل من الأشكال، وخصوصا بأن حكومة السيد السوداني هذا اليوم قد ذهبت إلى الوفرة المالية وأصابها نوع من الانتعاش، وذهبت السلة الغذائية إلى أن تكون هي جزء من المفاصل التي أدت إلى انعاش الحياة الاقتصادية للمواطن، ناهيك إلى بعض المفاصل الأخرى التي جاءت من خلالها حكومة السوداني وأنعشت الكثير من المفاصل الأخرى.